وهناك العديد من العلامات وأعراض الإصابة بجرثومة المعدة أن يجب الانتباه لها بنتعرف عليها ضيفنا عبر تطبيق الزوم أخصائية التغذية عبد العزيز الصلاح الحسانين. يا أهلا مرحبا بك في مساء الإمارات. اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا بالمشاهدين. اهلا بك دكتور. حياك الله. يعني بدايه نبغى نعرف الجمهور يعني بموضوع جرثومه المعده. تمام. طبعا بالنسبه لجرثومه المعده في بكتيريا اسمها اتش بايلوري، هي دي المسبب الرئيسي او بتصيب المعده والامعاء او ال12 ده بيكون موجود او الجزء الاول في الامعاء الدقيقه. طبعا هي المسبب الاشهر لقرحه المعده، وتقريبا 50% من سكان العالم بيكونوا بالفعل مصابين او اتصابوا بجرثومه المعده، ولكن مش كلهم بتظهر عليهم الاعراض دي. نعم. طيب يعني هي كيف تنتقل عامة؟ يعني عن طريق الطعام أو الماء، أو هل هي فعلا يعني معدية من شخص لآخر؟ بالفعل هي الأشهر طرق العدوى فيها عن طريق الطعام الملوث أو المياه الملوثة، وكمان الأواني الملوثة اللي هي ممكن الشخص اللي بيكون مصاب ممكن تنتقل عن طريق اللعاب بتاعه، فمشاركة الأواني دي مع الشخص المصاب ممكن تؤدي إلى انتقال الجرثومة أو الإصابة بها. نعم. طب أنت ذكرت أنها أيضا تنتقل عن طريق اللعاب، إذن يعني هي ليست ساكنة في بطانة المعدة فقط، وإنما موجودة أيضا في أعلى الجسم، يعني في الفم. بالفعل. نعم. طيب دكتور، يعني هل من ممكن أن هذه الجرثومة تسبب لا سمح الله سرطان المعدة؟ في حالات أو حالات ضئيلة جدا ممكن، أو حالات نادرة ممكن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان بالفعل إذا تم إهمال العلاج منها. طيب دكتور، الآن اليوم نتكلم عن آلية الفحص لمعرفة إذا كنا نحن مصابين بجرثومة المعدة، وهل هناك يعني فحص معين، هل عن طريق المنظار أو عن طريق مثلا اختبار اللعاب أو سائل من المعدة، كيف الطريقة بالضبط؟ بالتأكيد هناك ثلاث طرق رئيسية أو أساسية بيتم الفحص أو الكشف عنها والتشخيص عن جرثومة المعدة. رقم واحد عن طريق النفس، التنفس، أن الشخص المصاب لما بنيجي نفحصه بيشرب نسبة من مادة اليوريا وبيتم النفخ في بالون. الطريقة الأخرى عن طريق المختبر، عن طريق فحص البراز، والطريقة الأخيرة دي عن طريق المنظار بأخذ عينة من جدار المعدة. نعم. زين دكتور، نبغي نفرق بين أعراض جرثومة المعدة، يعني في وايد ناس اختلط عليهم الموضوع، يعني نبغي نعرف المشاهدين أكثر بأعراض تثبت أن هذا الشخص مصاب بجرثومة المعدة. بالتأكيد هناك أعراض متعددة لجرثومة المعدة. رقم واحد طبعا في الإصابة أو الإحساس بألم في البطن، ممكن ألم خفيف أو حارق، وبيزيد خاصة يعني لما تكون المعدة فارغة ما فيهاش طعام، بالإضافة كمان إلى الانتفاخ، التجشؤ أو كثرة التجشؤ، ممكن القيء، والقيء ممكن يكون مصحوب بدم، ممكن كمان البراز بيكون أسود وممكن يكون مصحوب بدم برضو، كمان ممكن فقدان للشهية ويصحبه طبعا فقدان في الوزن أو فقدان مفاجئ في الوزن. ذكرت التجشؤ، أو أيضا هل الغازات أو الآلام في رأس المعدة ممكن تكون أحد الأسباب؟ يعني ممكن تكون أحد نعم فعلا ممكن تكون أحد الأعراض اللي بتكون مصاحبة للإصابة بجرثومة المعدة، أن يعني يكون نعم. في صعود غازات دائمة وحرقة وكذا تأثر في أعلى المعدة. بالفعل، والألم دي بالفعل بتزيد لما بتكون المعدة فاضية من أو خالية من الطعام. نعم. إنزين دكتور، يعني هل هاي الجرثومة تصيب الكبار أكثر ولا تصيب الأطفال؟ هي الجرثومة بشكل عام هي ممكن طبعا بتكون أكثر في الكبار، وزي ما قلت لحضراتكم يعني هي الموضوع مرتبط كله كمان الاختلاط أكثر في بالشخص اللي بيكون مصاب عن طريق اللي احنا لسه شرحناها من شوية، عن طريق الطعام الملوث أو مشاركة الشخص ده في الإناء اللي بيأكل فيه. جميل. طب ذكر كثير من الباحثين في بعض الدراسات أن الثوم، البصل، الشاي الأخضر، أيضا الزنجبيل قد يقتل هذه الجرثومة في المعدة، هل هذا صحيح برأيك أو أن هذا ممكن يكون علاج مؤقت؟
هو ما فيش دراسة بتثبت أو تنفي ذلك، ولكن هناك بعض التوصيات الغذائية اللي بتكون بالفعل بتقلل من الأعراض بتاعتها أو بتؤدي برضو أو بتساهم في محاربة الجرثومة دي. طبعا جنبا إلى جنب مع الدواء، رقم واحد وأهم شيء ممكن نحن نتبع أو الشخص المصاب يتبع الحمية القلوية. يعني إيه؟ اللي بيتناول الخضروات خاصة العائلة الصلبية زي البروكلي زي الأرنبيط زي الكرنب. رقم اثنين ان الشخص ده برضو يكثر من الأطعمة الغنية بفيتامين A. فيتامين A بيبطن جدار المعدة. طبعا بيكون فيتامين A الأكثر تواجدا في الكبدة، في الجزر، في البطاطا الحلوة، ممكن برضو الأغذية أو الأطعمة الغنية بفيتامين C، ولكن برضو مع حذر ان احنا ما ناكلش أو ما نفرطش في فيتامين C ممكن يؤدي لنتيجة عكسية. كمان الأطعمة الغنية بفيتامين E مهمة جدا. زي البذور عباد الشمس، زي البذور عباد الشمس والبطاطا برضو نفس الشيء. كمان الأغذية الغنية بالبكتيريا النافعة زي الأسيدوفيلس والأكتوفاسيلس، زي الزبادي اللي بيزيد البكتيريا، الأجبان القديمة. بالضبط الأجبان القديمة. لا دي نحن بنركز ممكن نتناول الأطعمة دي بالفعل، تعمل دي بالفعل كويسة جدا برضو في تبطين لجدار المعدة. كمان ممكن ان احنا لازم الشخص المصاب يقلل من شرب القهوة والشاي، وكمان طبعا الكحوليات او الغازيات بشكل عام. كمان برضو يفضل تناول الموز، الموز من الاشياء اللي بتقلل من الحرقان اللي بيكون فيه موجود في المعدة. كمان ممكن ان هو بنصي ان هو يقلل من اللحوم خاصة اللحوم المعلبة. كمان ممكن ان هو يتناول زي ما ذكرنا العسل الأبيض وعسل المانوكا بالأخص. كمان في ممكن تناول بعض المكملات الأخرى زي الجلوتامين، زي الدي جي ال اللي هو عرق السوس. عرق السوس مهم جدا جدا في علاج الجرثومة والأعراض بتاعتها والحد من الأعراض بتاعتها. وكمان حبة البركة من الأشياء الكويسة جدا جدا لعلاج جرثومة المعدة. نعم. دكتور إنزين، يعني في بعض الأطفال يعانون يعني من يعني نحن مرينا نحن ونا صغار اللي يعانون من وجود بعض الديدان، هل هذه تكون قريبة من موضوع جرثومة المعدة؟ لا، هو على حسب. يعني هي المفروض ان الجرثومه زي ما احنا ذكرنا هي بتصيب اجزاء معينه في الجهاز الهضمي زي المعده والاثنى عشر. معظم الديدان اللي بتكون موجوده في الأطفال غالبا بتكون بالأمعاء بشكل عام. نعم. طيب دكتور، هنا سؤال جانا عن بعض التفاصيل اللي ذكرتها. بيان تقول ان العلاج هذا هل هو علاج مؤقت وتعود الجرثومة، او ما الذي يجب عليها ان تتبعه في حال ان رد يعني تم العلاج وبدأت تشعر بتحسن؟ طيب، هو العلاج طبعا بيكون رقم واحد تحت اشراف الطبيب المختص. بيكون بياخد من تقريبا من 7 الى 14 يوم، وممكن يوصل الى 3 اشهر على حسب برضو الحاله. تمام. فلازم الاعراض مجرد ما بيحس ان الاعراض خلاص خفت، المفروض ان بيكون الطبيب محدد له موعد للفحص مره ثانيه. بيروح بالفعل بيشعر بتحسن مع بعض التوصيات الغذائيه اللي احنا قلناها دي. اذا حصل ان خلاص عمل التحليل زي احد التحاليل اللي احنا لسه ذكرناها من شويه وطلعت النتيجه سلبيه، خلاص المفروض ان الطبيب بينصح انه خلاص ما عادش هيفضل هياخد الدواء مره اخرى، ويفضل اذا شعر باي عرض من الاعراض دي مره ثانيه ان هو يروح يفحص مره اخرى. لانه فعلا بالفعل احنا كلنا معرضين في اي وقت ان احنا ممكن مش ما ناكلش كل اكلنا من البيت، ممكن اكيد من مصدر خارجي، الله اعلم المصدر ده هل هو سليم ام ملوث. فلازم ان احنا برضو من حين للثاني اذا شعرنا باي عرض من الاعراض دي مجتمع مع بعض ممكن احنا نروح نعمل فحوصات مره اخرى. جميل. دكتور إنزين، شو النصايح يعني اللي تقدمها لنا بخصوص طرق الوقايه لجرثومه المعده؟ بالتأكيد النظافة في كل شيء. النظافة، غسل الأيدي بعد الخروج من الحمام، لازم إن إحنا غسل الخضروات والفاكهة غسلها غسل جيد. كمان إن لازم إن إحنا إذا حصل إن أو عرفنا إن خلاص الشخص ده بالفعل عنده جرثومة معدة، لازم إن إحنا طبعا مع مراعاة لمشاعره ما نحسسوش بإن هو مصاب بحاجة يعني خطيرة. لازم إن إحنا برضو إن إحنا كل واحد ياكل في إناء منفصل حتى لو مش مصاب، بشكل عام كل واحد ياكل في إناء أفضل، لأن أكيد بعد ما ينتهي من الطعام يتم غسل الأواني دي. فيفضل إنها يتم فصل
الطعام او كل واحد ياكل في اناء منفصل. وطبعا المياه لازم نتاكد من ان مصدر المياه الشرب مصدر او المياه نظيفه 100%. نعم دكتور ما نقدر نقول لك، ان شاء الله نتمنى السلامه للجميع طبعا، ونشكرك انت طبعا اخصائي التغذيه الاستاذ عبد العزيز صلاح، كل الشكر لك. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه. شكرا جدا جزيلا. الله يحفظك يا رب.